Untuk peserta selanjutnya dengan nomor urut 204 atas nama Muhammad Wawan yang akan membacakan surah Al-Kahfi ayat 17 perwakilan dari Kabupaten Bima. Baik pemirsa, kita saksikan bersama. Akan membacakan surah Al-Kahfi ayat 17 halaman 267. Bersiap-siap nomor peserta Teki 207. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ May yahdi Allah fahuwa al-muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyan murshida Thank you.
وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال
فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. صدق الله.